احنا اليوم في مسبع عند فنان راقي الخلوق حاتم إدار بمناسبة إصداره الفيديو كليب اللي هو اسمه فم السبع. فأنا جيت باش ندعم فنان الغالي حاتم وباش نشجعه ومالي نحضر له لهذا الافتتاح. وهذا كان ظن على أنه يعني واجب على كل فنان أنه يأزرخه ويوقف معاه ويتضامن معاه ويشجعه. جديدي هو أغنية نصيحة من كلمات حمزة العماري، هي 100% حسانية كلمة ولحنا ومن ألحاني. هذه نصيحة عندها موضوع أنه أم تنصح أولادها باش يعودوا أخلاقهم زينة وباش يعودوا تعاملهم زين، وإن شاء الله لهي تمرق للجمهور. نقول لك نعيدها ونقولها، وقلتها في ياسر المنابر، دنيا فنانة عربية كبيرة عصامية اللي هي خلقت، هي اللي يعني شنو نقول لك، نجاحاتها عدلتهم بيديها، واللي هي مودي عطات واحد الثقل الأغنية المغربية مع ياسر من الفنانات اللي هما فم. و هي شهادتي فيها مجروحة، لأن أنا كفنانة مغربية عندي الغير على كل الفنانات المغربيات، ولا يمكن لي أنا نقول فيهم شي ما وزين. لا هي هو غياب في هون في القنوات، وغياب في هذا في ليشين في هذا في الراديوات، ولكن ما هم غياب في موجودين. والإصدارات عند الفنانين الصحراويين ياسرين، والفنانين الصحراويين ياسرين في الصحراء، ولكن كيبقى على أنه ما عندهمش فين غادي يطرحوا، فين غادي ينزلوا هذه الإصدارات ديالهم، لأن عندهم فم في الصحراء كاين قناة واحدة واللي هي ما عندهاش ياسر من اسمه هو. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.